وخلينا نروح لموضوع آخر وموضوع مهم جدا أيضا. مبادرة رئاسية لإحلال السيارات بتستعد لضم بعض المحافظات وتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة. كمان تم فتح التسجيل على الموقع الإلكتروني لموديلات السيارات 2002 وما قبلها. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من دكتور طارق عوض المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. أهلا بيك يا فندم، وأهلا بالسادة المشاهدين، وكل سنة والجميع بخير إن شاء الله. أهلا بيك يا فندم. لو في البداية تطلعنا على عدد الطلبات المقدمة للاستفادة من المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات حتى الآن. نحن الآن نتعامل على الموقع الإلكتروني المتخصص للمبادرة مع حوالي 36500 طلب من المواطنين المصريين اللي بتنطبق عليهم شروط المبادرة، وأهمها أن يكون المواطن بيمتلك سيارة مر على تاريخ صنعها 20 سنة فأكثر. وكما ذكرت سعادتك، نحن الآن بصدد بدء السنة الثانية من المبادرة وإتاحة التسجيل للموديلات القديمة 2002 وما قبلها. طيب يا فندم، عدد المحافظات في المرحلة الأولى من المبادرة، وأيضا إيه المحافظات المنتظر انضمامها للمبادرة؟ منذ إطلاق المبادرة في يناير 2021 ومنذ إطلاقها السيد رئيس الجمهورية، تم إلحاق 7 محافظات للمبادرة اللي هي القاهرة، الأسكندرية، القليوبية، الجيزة، بورسعيد، السويس، والبحر الأحمر. والبعض قد يتساءل يعني لماذا بدأنا ب7 محافظات فقط دون الباقي؟ هنقول إن ال7 محافظات دول كان لديهم الجاهزية الأساسية للبنية الأساسية للمبادرة، وهي إن يكون لديها عدد وافر من محطات تموين الغاز الطبيعي للسيارات، وأيضا أن يكون لدى المحافظة ساحات لتجميع السيارات القديمة وهي ما يطلق عليها ساحات التخريب. وكان ال7 محافظات دول بالفعل لديهم هذه الجاهزية، ولكن نطمئن أهالينا ومواطنينا في باقي المحافظات أن طبقا للتكليفات الرئاسية بالفعل جاري الآن تجهيز باقي المحافظات على جميع مستوى محافظات الجمهورية، وإن شاء الله أي محافظة هتجهز بالبنية الأساسية لها سوف تشارك في المبادرة مباشرة دون النظر أو دون مسمى أي مرحلة. طيب دكتور طارق، في ختام مداخلتك أستأذنك تفكرنا وتفكر السادة المشاهدين إيه شروط الالتحاق بمبادرة السيارات، المبادرة الإحلال، يعني مين اللي يقدر يقدم وبناخد منه العربية، بنديله إيه مقابل هذه العربية أو مقابل السيارة؟ بداية إن اللي بيشارك في المبادرة لابد أن يكون مصري الجنسية من سن 21 ل 65 سنة في حالة التقسيط، وما فوق هذا السن يحق له المشاركة في حالة الكاش، أن يكون لديها سيارة قد مر عليها 20 سنة فأكثر. بنقول أن المبادرة بتتيح للمواطن المشارك عدة تيسيرات ومميزات وحوافز، أهمها أن بيحصل المواطن داخل المبادرة على تخفيض في أسعار السيارات الجديدة عن مثيلتها في السوق الخارجي. أيضا الجهاز المصرفي بيتيح مشاركة حوالي 31 بنك، هذه البنوك بتقرض المواطن قرض كامل ثمن السيارة يسدد لشركة السيارات مباشرة. هذا القرض بيتاح بفائدة ثابتة قدرها 3%، وهذه الفائدة موزعة أيضا على عدد الأقساط. الأقساط بتتراوح إما 7 سنوات أو 10 سنوات حسب القدرة المالية للمواطن وحسب اختياره. أيضا المبادرة بتتيح للمواطن وثيقتي تأمين، أحدهما على السيارة والأخرى على المواطن. هذا بالإضافة إلى ما تتيح الحكومة ممثلة في وزارة المالية من حافز أخضر بيسدد كمقدم للسيارة الجديدة إلى شركة السيارات مباشرة نيابة عن المواطن. هذا الحافز في حالة السيارات الملاكي 10% من ثمن السيارة الجديدة بحد أقصى 22,000 جنيه، وفي حالة التاكسي 20% بحد أقصى 45,000 جنيه، وفي حالة الميكروباص 25% بحد أقصى 65,000 جنيه. عظيم جدا. دكتور طارق عوض المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات، شكرا جزيلا لوجودك معنا.